مدينة قدسية حالة من الطمأنينة والأمان وتشهد حركة اجتماعية وتجارية كبيرة. كاميرا أخبار التلفزيون جالت في قدسية ورصدت واقع الحياة فيها إضافة إلى مطالب الأخوة المواطنين. ما إن تدخل مدينة قدسية تحكي لك الشوارع المزدحمة والمحال التجارية المكتظة ووجوه الناس عن مدينة تضج بالحياة، فالمراكز الحكومية فيها تعمل بشكل جيد لتخديم المواطنين، وسوقها التجاري الكبير والممتد جعلها تصنف بين المناطق التي لا تنام، فقدسية مركز تسوق لأهالي المدينة ومن وفد إليها ولأبناء المناطق المجاورة. مالك شايف أي الشعب كلياته الحمد لله، بلدة آمنة وكل شيء متوفر، كله نظامي الحمد لله، خبز متوفر وخضرة متوفرة وكل شيء متوفر الحمد لله. سير حركة ممتازة والسوق شغال، أنا بفتح محلي من الساعة 8-8:30، ما بسكره الساعة 10، يعني ما في عندي لا فترة ظهر ولا فترة تسكير ولا فترة إغلاق، وإن شاء الله فورا دائما يعني هالحركة هي اللي عم نشوفها هي يوميا هون يوميا، وما بتهدى فعلا ما بتهدى، والحمد لله لأجل الأمان اللي صاير هون بإتسيا فعلا. هلا نحن فاتحين هذا المركز توزيع هيك لله بسبيل الله، أواعي خبز خضرة، يعني شو بيصح لنا شو ما بيصح لنا بنوزع. مشاهدينا تابعنا وإياكم يعني مشاهد طبيعية من منطقة قدسية، ونحن الآن متواجدون في ساحة قدسية مركز مدينة قدسية، كما تلاحظون الحركة الازدحام الموجود فيها، المواد التموينية والسلع الغذائية، كان لبعض الأهالي بعض المتطلبات. نحن مقبلين على شهر رمضان المبارك، ان شاء الله بنعاد على سوريا والجميع بالخير. في طلبات معينه بخصوص الشهر الكريم حابين توجهوا رساله فيها؟ بنتمنى يعني تصير مساعده بين المواطن واهل البلد بالاخص، والحمد لله الامن والامان ببلدنا منتشر، ومثل ما شفتوا ودرتوا مو مثل ما عم يطلع علينا حكي، وتسيا كلها متعاونه يعني، وما في عندنا مظاهر اي مظاهر شاذه، والحمد لله يعني الامن والامان منتشر ببلدنا. وضع قدسية الآمن جعلها قبلة للمهجرين من مناطقهم، والذين تحدثوا عن الأهالي المضيافين الذين فتحوا بيوتهم لهم وقاسموهم رغيف عيشهم وخصصوا مراكز إيواء لاستيعاب العدد الكبير من العائلات، تلك العائلات التي طالبت بمزيد من الاهتمام والرعاية. نحن وين موجودين هلا بالضبط؟ هون قدسية بجامع المحمدي. ايه شو طلباتكم؟ شو الامور الناقصة؟ والله يعني صرنا كل شيء الحمد لله، معلبات وكل شيء واغراض للاولاد وكل شيء، يعني بس انه المشكلة ان يعني امراض تطفي الكهرباء، ما في غاز، لو يأمنونا بس انه غاز وهيك لانه على السخانات، بس هذه هي المشكلة بس. الحمد لله مرتاحين وما في شيء بالمنطقة والحمد لله. نحن لقينا أرنة آمنة وعايشين فيها بإتسيا، وفتحوا لنا بيوت بكل العمارات، الخبز عجقة زيادة بالزور اللي عم نحصل خبز، والغاز كمان نفس الوضع، وهيك أمور، والغلاء الغلاء أكثر شيء. الجمعية الخيرية في قدسية نشاطها كبير، وتعمل على تنظيم وتوزيع المؤن للمهجرين، والتي تعاني أيضا من صعوبات في تأمين بعض المواد. في عندنا منا بيجينا من الهلال الاحمر العربي السوري، ولكن صراحه ما بيكفي المعونات اللي هن عم يعطونا اياها، ما بتكفي بالنسبه لاخوتنا الضيوف. انا متطوع من اهالي البلد هون، وان شاء الله الله يقدرنا ويقدركم عفو على الخير. اللاجئون الفلسطينيون وبالتعاون مع الأونروا خصص لهم مراكز متابعه لتامين احتياجاتهم بما امكن. حضنوا اهلنا وشعبنا وسكنوهم ببيوتهم من بداية الأزمة، من خروجنا من المخيم لحد الآن. الحقيقة اللي موجود على الأرض بأهل قدسية هذا شيء احنا بنفتخر فيه. قدسية وجوارها مناطق متداخلة، والسكان في حديثهم ورواياتهم يحكون عن الألفة ويؤكدون عليها. الوضع حاليا بمنطقة قدسية شأن وشأن أي منطقة أخرى، كان فيه ملابسات بالبداية، ولكن الحمد لله الناس بفضل وعي الناس من كل الأنحاء رجعت الامور الى نصابها الطبيعي، وشيئا فشيئا تتحسن اكثر فاكثر يوم بعد يوم. يعني هلا انا عند اصدقائي بحي الورود، وجاي عم زورهم، وجايب وحابب انه الرد انه نوحد القلوب اكثر بين بعضنا البعض. في قدسية امان في كل مكان، يجعل السوريين يتفائلون بان الغمامة السوداء تحمل في ثناياها امطار الخير وكل الخير. كنان محمد لأخبار التلفزيون العربي السوري.
مدينة قدسية.